نبدا اخبارنا الحصريه من القلعه الحمراء وغرامه جديده في انتظار صالح جمعه لاعب خط وسط النادي الاهلي بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. واستقر مسؤولي النادي الاهلي على توقيع غرامه جديده على صالح جمعه بعدما سخر من السويسري ريني فايلر المدير الفني للاهلي عبر حسابه بموقع انستغرام، وسوف توقع غرامه طبعا ماليه كبيره على صالح جمعه بعدما نشر كوميكس ساخر من المدير الفني السويسري ريني فايلر اول امس على انستغرام. وبيعاني زي ما احنا عارفين صالح جمعه من عدم المشاركه نهائيا مع النادي الاهلي خلال الموسم الجاري بقرار من فايلر في الفتره الاخيره، وبنامل طبعا ان هذه المشكله يتم حلها في الفتره المقبله ويتم طبعا تصفيه هذه المشاكل بين صالح جمعه وبين النادي الاهلي.